ما كانش جه فجأة كده. كنا أنا وصاحبي كنا قاعدين ما فيش أي شغل، فجالنا واحد صاحبي ومعاه العدة ومعاه الحاجة اللي بيعمل بيها الغزل البنات ده والحلبسة، فكلمناه وكده. الموضوع كان في الأول بهزار، بعد كده خدنا الحاجة وطلعنا اشتغلنا والحمد لله. يعني مش محدش الرزق ما بيجيش للباب، أنت اسعى هتسعى هتلاقي ربنا بيديلك. الفكرة عندي مش فكرة مثلا موضوع متمركز على حاجة واحدة بس، انا الفكرة عندي كانت جاية لكذا حاجة، بس اتصادف اللي انا زي صورت بصور الحلبسة وكده ونزلتها على السوشيال، جاب التفاعل جامد والناس اتفاعلت معايا، في بقى بانتقادات وفي اللي اتفاعل معايا بإيجابيات وفي اللي شجعني على حاجة زي كده. بالنسبة للناس اللي في اسماعيلية كان الموضوع بالنسبة لهم صعب، ان حد مثلا ايه لسه شاب او لسه مثلا حد مبتدئ ان هو ينزل يبيع ورد او يبيع فل على الاشارات او يبيع حلبسة او ايا كان بائع متجول في اي حاجة. حاولنا نغير المفهوم دوت للناس كلها الفترة اللي فاتت، الحمد لله ربنا كرمنا وكان عندنا حلم وكان عندنا حاجة نازلين نحققها، ما كناش حد نازل اللي هو يشتغل. هي فكرة كويسة جدا وانا مبسوطة منهم، ان الشباب اللي بيدور على الشغل ده في شباب تاني قاعد مستني بابا يديله مصروف وماما وبيعملش حاجة في حياته، فالشغل مش عيب. انا مبسوطة جدا من الشباب اللي نزل وبيجاهد علشان يلاقي حاجة في مستقبله يبني حياته. شفت بعض من الناس بيشجعوهم على الموضوع ده، وموضوع برضو الناس كتير جدا اتكلمت عليه. كنا بننزل برضو بلبس اللي واقف على الإشارة مثلا، ده مش لبس واحد نازل يشحد، ده لبس واحد ننزل بالقميص الأبيض كلنا، كل واحد فينا الفريق بتاعنا لابس القميص الأبيض والجزمة والبنطلون الأسود ونازلين نشتغل. يعني احنا كنا نازلين نبيع، احنا نازلين نشتغل، مش نازلين ان احنا ناخد حاجة من حد لله، احنا نازلين نعمل نفسنا بنفسنا. انا يوم الصبح بقى افتح كشك ويعني بسعى برضو عشان ربنا يكرمني ازوق عربية ازوق عربيتين. انا بطلع من هنا الساعة مثلا الساعة 7 بالليل، الساعة مثلا الساعة 8 بالليل، اجي مثلا 12، اجي 1، اجي 2.